أهلاً ومرحباً بكم في ليالي الشعر الأصيل والأدب الفريد، وأهلاً ومرحباً بكم في حفل افتتاح مسابقة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم التي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، والتي أعدت برنامجاً شاملاً ومنوعاً يرتقي إلى أهمية الجائزة وأهدافها السامية. لنحتفي معاً بنخبة من الشعراء المبدعين الذين شكلت قصائدهم الرائعة وشعرهم العذبة إضافة هامة في كنز الأدب العربي والثقافة الإسلامية. يتفضل الآن المتسابقون 30 على المسرح للتعريف بهم مرتدين وشاح الجائزة المتزين بشعار الجائزة تجمل الشعر بخير البشر. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. تصير تصفيات لثلاثين قصيدة وثلاثين شاعر مباشرة بإذن الله، وتكون لجان التحكيم كل يوم 10 شعراء، واللجنة النهائية لجنة التحكيم النهائية سوف تختار أفضل 5 قصائد، ويتم توزيع الجوائز 5 جوائز. الجائزة الأولى 300,000 دولار، الجائزة الثانية 200,000 دولار، الثالثة 100,000 دولار، والرابعة 50,000 دولار، والخامسة 25,000 دولار بإذن الله. عاشت كتارا خلال 5 أيام مهرجاناً دينياً وأدبياً وثقافياً عبر مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والمعارض المتنوعة والندوات والمحاضرات المختلفة تحمل شعار حب الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان سيرته العظيمة وإظهار تاريخنا الإسلامي المجيد وحضارتنا التليدة. وشاركت في مهرجان حب الرسول صلى الله عليه وسلم مختلف المؤسسات والمراكز في الدولة. واليوم نصل وإياكم إلى ختام هذا المهرجان الكبير، وفي هذه الجائزة وصلت عدد المشاركات إلى 828 قصيدة من مختلف الدول العربية ودول أخرى، حيث قامت لجنة الفحص والتدقيق مشكورة باختيار 30 قصيدة فقط للدخول في تصفيات الجائزة التي كانت على 3 أيام. قدم فيها الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم الدكتور ياسين الأيوبي من لبنان، والدكتور علي جعفر العلاق من العراق، والدكتور أحمد درويش من مصر. إني رأيتك منذ 1000 قصيدة في خافقي ولدت لتنجب بسملة، ولدت لتتلو سورة مكية فيجيب ترتيلي فضول الأسئلة. هذه رحاب الهدى والطهر والكرم، فما يخط يا راعي أو يقول فمي. مذ كان آدم نائما، بل قبل ما أن يعتريه الصحو والإغفاء، مذ لم يكن شيء وسرك كائن، من فيضه تتكون الأشياء. أن سلوا من عتمة المعنى أغيب سدى، أن سل من عتمة المعنى أغيب سدى، خلعت نعلي لا ظلا ولا جسدا، أمشي على الماء، هل في الماء من قبس لما بدوت اختفى؟ الزيت والمصباح والمشكات
نور على نور ولا ظلمات. ميقات حجاج الحقيقة واحد، ومحمد هو وحده الميقات. الفائز الأول في جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب جمال بن عبد الله الملا. والفائز الثاني بالتأكيد أحمد بخيت من مصر، 200,000 دولار للفائز الثاني، و300,000 دولار لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه، صلوات الله عليه. الله الله يا رسول الله، يا رسول الله، الله الله هو خير عباد الله خير. شكرا لكم حضورنا الكريم، وشكرا للسادة المشاهدين، وشكرا لكتارا المؤسسة العامة للحي الثقافي التي أبدعت وكانت رائعة متألقة في هذا التنظيم. شكرا لكم وإلى لقاء آخر في أمان الله. يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.